في أحياء سكنية مكتظة بالسكان في مدينة تعز تتساقط قذائف ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثي التابعة لإيران على منازل المواطنين وتوقع كل يوم مزيدا من الضحايا المدنيين. 8 مصابين مدنيين بينهم أطفال، جراح بعضهم خطيرة، إضافة إلى تضرر عدد من منازل وممتلكات المواطنين في الأحياء الشرقية والشمالية لتعز بفعل قصف الميليشيا الانقلابية بعد أن تلقت انتكاسات مذلة على يد قوات الجيش الوطني. في يوم السبت تم إرسال قذيفتين إلى سوق الأشبط، وكان الحي مزدحما فيه السكان، ولا يوجد في هذا الحي أي مواقع عسكرية أو سكنات عسكرية في هذا الحي. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وبعد نزولها ومعاينة الأضرار والخسائر أكدت في تقرير لها عن سقوط 25 ضحية من المدنيين بين قتيل وجريح بينهم 15 طفلا. اللجنة أرجعت سبب ذلك إلى قصف الميليشيا الانقلابية الأحياء السكنية خلال أسبوعين فقط. بالأمس أيضا سقط 8 جرحى، تزداد وتيرة الانتهاكات التي تحصل لمدينة تعز بين فينة وأخرى، وما نلاحظه هو صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم والتي ترقى لأن تكون جرائم حرب، بالإضافة إلى أنها استهداف لمدينة تعز المحاصرة. جرائم حرب تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني مسكوت عنها من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان. سكوت شجع الميليشيا على ممارسة العربدة وارتكاب المزيد من الجرائم. في أحياء سكنية مكتظة بالسكان تواصل الميليشيا الانقلابية ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في انتهاكات صارخة للقوانين الدولية في ظل تغاضي المجتمع الدولي والأمم المتحدة. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.